سوف أحكي لكم قصة ابنة عمي. تبلغ من العمر 17 عاما، تسكن مع والديها بالرياض، وحيدة وليس لها أشقاء. بعد انتهاء الدراسة قرر والدها قضاء عطلة الصيف في أمريكا بسبب ريفها الخلاب والطبيعة وسط الحقول والغابات. استأجر عمي منزلا ريفي جميل، وحذر صاحب المنزل الأسرة من الاقتراب من مقبرة الهنود الحمر القريبة من الغابة، لأنها مقبرة مشهورة جدا وتحدث فيها أمور غريبة وخارقة للطبيعة ليلا، فيظهر أناس مرعبون ويعتقدون أنهم أشباح يتجولون في المقبرة ليلا بحثا عن ضحايا، كما أن أكثر من جريمة قتل حدثت في المقبرة. يجدون الجثث بجوار السور العالي. استمعت له الأسرة ووعدته بعدم الاقتراب، لكن ابنة عمي لم تصدق كلام الرجل وشعرت بالفضول الشديد لرؤية الأشباح التي تتجول ليلا. خرجت في منتصف الليل بعد نوم والديها وذهبت تجاه المقبرة الملعونة. لم تشاهد شيئا، لكنها سمعت أصوات أحد يستغيث من داخل سور المقبرة. ذهبت وتسلقت السور، وهنا شاهدت صبي صغير لم يتجاوز 8 من العمر، كان يبكي ويصرخ. قالت إليه بقلق: ماذا حدث؟ ولماذا أنت هنا في هذا الوقت المتأخر؟ رد عليها: أنا لا أعرف العودة إلى أمي، خذيني معك، فأنا خائف هنا وحدي. كان يتكلم اللغة العربية وكانت تفهمه جيدا. شعرت بالحزن على الصبي الصغير واعتقدت أنه تائه من والديه، فأخذته معها وقالت: غدا سوف نبحث عن أهلك، لا تخف. هز رأسه وكان ينظر للأرض طوال الوقت. سمعت صوته يقول: من فضلك لا تخبري والديك، فربما رفضوا أن أبات عندكم، وأنا مرعوب ولا أريد العودة لهذا المكان مرة أخرى. هزت رأسها وقالت: لا تخف، لن أخبر أحد بوجودك إلا صباحا، فإن عرفوا بأنني خرجت دون علمهم سوف يعاقبونني بشدة. جعلت الطفل ينام معها في الغرفة على الأريكة وغطته ونامت حتى الصباح. فتحت عيناها على صوت أمها وهي تدق الباب الغرفة وتنادي عليها، وهي توقظها لتناول الفطور معهم، فالوقت قد تأخر. نظرت إلى أمها بالرعب بعد فتح الباب وبعدها للأريكة، لم يكن الطفل موجود. لا تدري هل عرفت أمها بالأمر، فقالت الفتاة: أين الطفل يا أمي؟ قالت الأم: أي طفل؟ ردت عليها: الصبي الذي أحضرته أمس من المقبرة، لقد كان نائما هنا وكان تائها ليلا. قالت الأم: لا يوجد شيء، ربما كنت تحلمين فلم تخرجي من المنزل ليلا ولم تجدي أحد. قد كنت تحلمين يا ابنتي بسبب كلام الرجل عن الأشباح بالمقبرة وبأنها مسكونة. سكتت الفتاة ودخلت لتغسل، فوجدت الدماء على الأرض، فصرخت تنادي أمها، لكن الأم أتت ولم تجد أي شيء وصرخت في وجهها أن تكف عن هذا الخيال، فكل هذا بسبب حلم وتوهم. لم تقتنع الفتاة بكلام الأم، وفي نفس الليلة بعد منتصف الليل ذهبت من جديد للمقبرة حتى تتأكد. تسلقت السور القصير من جديد، وهناك نادت على الصبي بصوت عالي، وهنا شعرت ببرودة بالمكان، وأخذت الرياح تزداد عاليا وتضرب وجهها بعنف، ووجد الصبي أمامها ينظر لها بعيون حمراء دموية. لماذا عدت من جديد؟ لابد أن ترحلي الآن، وإياك والعودة هنا من جديد، سوف تموتين إن عدت هنا، هل تفهمين؟ سوف تموتين. هربت بسرعة وهي تصرخ وكلماته تتردد في أذنيها. تعثرت في أحد الأحجار فسقطت فاقدة الوعي، وعندما استفاقت وجدت بجوارها جثة لصبي، وكان هو يجلس بجوارها وأخبرها بأنه يجب أن تنفذ أوامره ولا ستصبح ميتة. ومن يومها وأصبحت مطيعة له وتنفذ ما يقول. لم يصدق والديها واعتقدوا أنها تتوهم، ولكن كانت تصرخ ليلا دوما، وكانت لا تأكل وبدأت تهزل بشكل غريب. تستيقظ من النوم لتذهب للمقبرة وتحضر أشياء غريبة وتردد بأن ابن الجن يريدها أن تحضره إليه، حتى أن أمها كانت تدخل الغرفة ليلا وتراها جالسة وموقد الشموع وهي تنظر للمرآة. لم يقدر عليها والديها وعادوا إلى الرياض، ولكن حالتها كانت تسوء حتى أحضر لها الأب راقي كبيرة وأخبرهم بأنها ملبوسة من أحد أبناء ملوك الجان الكافر، وقام بعلاجها بالقرآن الكريم وشفيت الفتاة تماما ولم تعد ترى الكوابيس، ولم يعد ابن الجان يزورها في الكوابيس ويطلب منها أي شيء.